ينضم إلينا من موسكو دكتور آصف ملحم، مدير مركز جي أس أم للأبحاث والدراسات. دكتور آصف أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. في البداية دكتور آصف، إلى أي مدى يمكننا أن نقول أن روسيا استطاعت الإفلات من العقوبات الغربية حتى الآن؟ نعم، صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين. سيدتي، أعتقد أنه حال ذلك الشخص الذي يعتقد أو تلك الدولة التي تعتقد بأنها قادرة على تدمير روسيا اقتصاديا، يعني منذ زمن الاتحاد السوفيتي الذي كان يهيئ نفسه إلى حرب نووية شاملة مع حلف الناتو، يعني كان عندهم في مناطق سيبيريا مخازن تحت الأرض من المواد الاستراتيجية والغذائية تكفي روسيا لعشرات السنين، وهذا يعلمونه جيدا في حلف الناتو. يعني روسيا ما مشكلة روسيا من الناحية الاقتصادية، هي البحث عن دول لتصدير منتجاتها إليها. وعندما انقطعت يعني انقطع الغاز عن الدول الأوروبية، بدأت تبحث روسيا عن دول أخرى لتصدير غازها، وكذلك الأمر الدول الأوروبية بدأت تبحث عن أماكن أخرى لاستيراد غاز إليها. والصين والهند يعني هما أكبر المستوردين، وعكس تماما، يعني الصين تستقبل كميات كبيرة من الغاز المسافر للولايات المتحدة الأمريكية، وهو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أكثر ربحا أن يصدر هذا الغاز إلى الصين والغاز المسافر إلى الصين وليس إلى أوروبا. والآن أصبحت روسيا تقوم بمشاريع يعني غازية نفطية على الحدود بينها وبين الصين، وأعتقد هذا الإفلات من العقوبات أصبح واقعا يجب أن تقبل به الدول الغربية. لكن إلى أي يعني وفق أي مدى زمني نتحدث دكتور آصف يمكن لروسيا أن تسير وفق هذا النهج؟ أيضا أريد أيضا أن أعرف رأيك فيما يقوله المراقبون من أن جهود الكرملين لتوسيع التجنيد العسكري قد يعيق من تعافي الاقتصاد، كيف تعلق على ذلك؟ سيدتي، يعني إلى أي مدى ستستطيع روسيا؟ أعتقد أنها ستستطيع باستمرار. من قدر على ذلك في بداية المعركة عندما كان الضخ الإعلاني والضخ النفسي أكبر بكثير ودفع الروبل إلى مستويات قياسية جدا، استطاعت روسيا تجاوز هذه الأزمة، والآن بدأت تحصد النقاط. يعني هي صبرت سنة وبدأت تسجل أهداف في المرمى الغربي كما نلاحظ جميعا. يعني الدول المؤيدة لروسيا والتي تتعامل مع روسيا بدأ يزيد على حساب تلك الدول المؤيدة للدول الغربية. فيما يتعلق بالتجنيد، بالتأكيد سيدتي، الشباب هي طاقة العمل الكبرى في أي ميدان، ولكن يعني أعتقد أن التجنيد في روسيا لن يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد. وزادت، ونعلم جيدا أن روسيا زادت ميزانية دفاعها في الفترة السابقة بشكل كبير. هذه النقطة الثانية، يعني في هذه الحرب الأوكرانية بدأ عدد الراغبين بشراء الأسلحة الروسية يزيد أيضا، لذلك تستطيع يعني تصدير أسلحتها إلى دول ترغب بشراء هذه الأسلحة، وهذا أصبح واقعا يعرفه الجميع. نعم، لكن دكتور آصف ماذا عن التبادل التجاري بين الدول بالعملات المحلية لهذه الدول؟ لو نذكر على سبيل المثال روسيا والهند مثلا، روسيا ربما تعاملت مع الهند أو تم تداول مع الهند بالعملات المحلية، وصار لدى روسيا مليارات الروبلات لدى الهند لا تعرف ماذا تفعل بها، لأي مدى هذه خطة ناجعة دكتور آصف؟ نعم، فيما يتعلق بالتبادل العملات المحلية، هذا المشروع طرح باستمرار. يعني المشكلة عندما تذكرنا جميعا باجتماع بريكس كان يقال دائما نريد أن نصنع عملة موحدة لنا جميعا، عملة بريكس وما شابه ذلك، ولكن هنا البحث دائما في هذا الموضوع تحديدا يجري البحث عن آلية مضبوطة للتبادل العملات المحلية تغنيهم عن التعامل بنظام سويفت وليس أكثر من ذلك. هذه النقطة ما زالت سيدتي قيد البحث، وهناك الكثير من الآراء وهناك الكثير من يعني الطروحات تطرح هنا وهناك، ولن تستقر. نحن ما زلنا نعيش مرحلة انتقالية في هذا الموضوع، وأعتقد أننا يعني لن يرى هذا الموضوع النور في المدى القريب، قد نرى بعد سنوات، ولكن يعمل عليه الآن بين جميع الخبراء بين جميع هذه الدول المنضوية ضمن بريكس. نعم، هل هذا هو الرهان الروسي دكتور آصف في المرحلة المقبلة؟ ذكرنا في التقرير الفائت أن الروبل الروسي يقترب من حاجز 100 مقابل الدولار الواحد، هل هذا هو الرهان لتخطي هذه العقبات الاقتصادية في روسيا؟ سيدتي، فيما يتعلق بالروبل، يعني أصبح الروبل عملة معولة،
يعني والاجراءات اللي اتخذها المصرف المركزي عندما في منتصف اوغست في منتصف اب الماضي رفع اسعار الفائده 13%، يعني كان تقريبا الاعتقاد بالاحرى ان هذا الاجراء سيؤدي الى تخفيض سحب القروض من البنوك. وباحصائيات دقيقه سيدتي، القروض التي تسحب من المصارف الروسيه تسحب بشكل اساسي للاصطناعات والاستثمارات ذات الطبيعه الاستراتيجيه، يعني انا اجريت هذا الاحصاء بجدول واضح، اما القروض التي تسحب من اجل الاستهلاك يعني العادي او السياحه والسفر وما شابه ذلك او للمشتريات العاديه فهي اقل، القروض التي تسحب من اجل الاستثمارات الاستراتيجيه تصل الى 70% من مشمل القروض، ولذلك هذا الموضوع حتى يستقر سعر الصرف يحتاج حتى تبدا هذه الاستثمارات وهذه الصناعه بان تعطي اكلها، يعني لا يمكن ان نقول انا اريد بناء مصنع الانتاج الحديد، هذا المصنع يحتاج الى سنه او سنتين للبناء، وانا صححت قرض لبناء هذا المصنع، وبالتالي حتى يستقر سعر الصرف اعتقد اننا بحاجه الى على الاقل الى سنتين، ستبقى العمله يعني الروسيه تتارجح حول المئة، يعني هناك حاجز نفسي في روسيا يسميه حاجز المئة، يعني عندما يصل الروبل إلى 100 دولار بالأحرى إلى 100 روبل يبدأ الناس بالشعور نفسيا بأن هناك اضطراب أو هناك أزمة اقتصادية تقوم بسحب القروض أو نعم. أو بيع الروبل وما شابه ذلك، لذلك تحاول السلطات جعله تحت المئة دائما. نعم، شكرا ضيفنا من موسكو دكتور آصف ملحم مدير مركز GSM للأبحاث والدراسات على كل هذه المعلومات التي مديتنا بها.